تعتبر زراعة البطاطا من الزراعات الأساسية في لبنان وخاصة في منطقة البقاع، ويعتمد العديد من المزارعين اللبنانيين في معيشتهم على هذه الزراعة. تقدم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان بالتعاون مع وزارة الزراعة اللبنانية سلسلة فيديوهات قصيرة تشرح كيفية زراعة البطاطا باعتماد الممارسات الزراعية الجيدة التي تساعد على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته. نبدأ بالممارسات الزراعية قبل الزرع. لاختيار الأرض يفضل أن تكون قد خضعت لدورة زراعية من 3 سنوات على الأقل، لم تزرع خلالها بالبطاطا أو بأي صنف من الفصيلة نفسها كالبندورة أو الباذنجان. أما اختيار صنف البذار للزرع فيكون وفق حاجة السوق وتحديد وجهة الإنتاج وما إذا كان معداً للتسويق المحلي أو للتصدير، للاستهلاك الطازج أو للتصنيع. ويجب أن يكون صنف البذار مقاوماً لأفات التربة في حال وجودها. لتحضير التربة للزراعة في الموسم المبكر الذي يزرع من شباط إلى أذار، تفلح الأرض على عمق 80 سنتيمتراً، وذلك في أشهر آب، أيلول أو تشرين الأول من الصيف السابق، عندما تكون الظروف المناخية ورطوبة التربة مناسبة. أما في الموسم المتأخر الذي يزرع من تموز إلى آب، فتفلح الأرض على الجنزير في شهر تموز. تتبع الفلاحة عملية التربيص، وهدفها إشباع الأرض بالمياه قبل الزرع، وعادة تجرى فقط في الموسم المتأخر حيث تكون التربة جافة، ولا داعي لها مطلقاً لزراعة الموسم المبكر لأن التربة تكون مشبعة بمياه الأمطار. بعد اختيار قطعة الأرض وقبل الزرع، نقوم بفلاحتها على 4 شفرات وعلى عمق 25 سنتيمتر للحصول على ثلم مرتفع عند الزرع، وذلك في شهر كانون الثاني أو شباط للموسم المبكر، وفي تموز أو آب للموسم المتأخر. تتم هذه العملية على مرحلتين بالطول وبالعرض أو على 45 درجة، كما يمكن إضافة السماد العضوي المخمر جيداً من أي مصدر أتى، البقر أو الدجاج، وذلك قبل الفلاحة. في هذا الوقت يفحص البذار المراد زرعه للتأكد من مطابقته لمواصفات وزارة الزراعة من حيث نسبة الإصابة بالأمراض كمرض العفن الجاف الفوزاريوم والأمراض الأخرى والأضرار الميكانيكية. بعدها وقبل الزرع ب5 أيام على الأقل، يجب استخراج بذار البطاطا من غرفة التبريد حتى ترتفع حرارتها تدريجياً لتوازي حرارة الجو قبل زرعها، وذلك لتجنب صدمة الفارق بين حرارة التبريد وحرارة التربة عند الزرع. بعد أن ترتاح البذار يتم تشريحها حسب قياسها، فإذا كان قياس البذار بين 28 و35 ملم يفضل عدم تشريحها، أما إذا كان قياسها بين 35 و55 ملم فيتم تشريحها إلى قسمين أو أكثر، على أن تضم كل قطعة من 2 أو 3 براعم على الأقل. عند استخدام البذار البلدي للزراعة يفضل تغطيس الدرنات بحمض الجبريليك وتجفيفها لتنشيط عملية التفريخ قبل زرعها، كما يفضل معالجة البذار البلدي قبل الزرع عبر رشه أو تغطيسه بمبيد فطري. في المرحلة الثانية نبدأ عملية الزرع إما باستخدام الزراعة العادية وقدرتها 15 دونماً في اليوم، أو الزراعة الأوتوماتيكية وقدرتها 70 دونماً في اليوم. لتغذية البطاطا بشكل صحيح ينصح بإجراء فحص للتربة لمعرفة مدى توفر العناصر الغذائية ووضع برنامج تسميد وفقاً لذلك. أما في حال عدم إجراء فحص للتربة،
تعطى الحاجات الكاملة للبطاطا من العناصر الغذائية، وهي بشكل عام 20 كيلوغرام أزوت صافي، 10 كيلوغرامات فوسفات صافي، 30 كيلوغراماً بوتاس صافي. بناء على ما تقدم، تضاف كمية 30 كيلوغراماً من ثنائي فوسفات الأمونيوم، ما يعادل 5.4 كيلوغرام أزوت و 13.8 كيلوغرام فوسفات. كما تضاف كمية 15 كيلوغرام سلفات البوتاسيوم 50%، ما يعادل 7.5 كيلوغرام بوتاس، وهذا ما يسمى الفلشة التي تضاف عند الزرع أو قبله. أما في الموسم المتأخر فتضاف هذه الكمية بعد التربيص وقبل الزرع. فيما يلي نستعرض أهم مراحل النمو وكيفية التعامل مع كل مرحلة من ناحية الممارسات الزراعية، خصوصاً التسميد والري والإدارة المتكاملة للآفات. مرحلة نمو البراعم، مرحلة النمو الخضري، مرحلة تضخم الدرنات، مرحلة النضوج، مرحلة الحصاد. نبدأ بمرحلة نمو البراعم من 0 إلى 25 يوماً، حيث يحدد عمر النبات ببداية ظهور البراعم. في هذه المرحلة ينصح بالتحضين بعد الزرع باستخدام الريتشر لرفع الثلم والتخفيف من الأعشاب الضارة وحماية البذار من الصقيع. كما علينا الكشف على البذار للتأكد من عدم وجود اهتراء فيها والتدخل بالإجراء المناسب في حال وجوده. إلى ذلك يتم إجراء التعشيب اليدوي في حال وجود أعشاب ضارة، ولا تضاف أي أسمدة في هذه المرحلة. كما أنه لا حاجة للري في الموسم المبكر في حال هطول الأمطار، إذ يبدأ الري في الموسم المبكر والمتأخر بحسب حاجة النبات وحالة الطقس، بعد فحص التربة وتقييم مستوى الرطوبة عند منطقة الجذور. بعد 25 يوماً من نمو البراعم تبدأ مرحلة النمو الخضري، وتمتد حتى اليوم 40 من عمر النبات، وخلالها تضاف للدونم الواحد كمية 50 كيلوغراماً من سلفات الأمونياك، 21% أزوت، أو كمية 22 كيلوغراماً من اليوريا، 46% أزوت، بما يعادل تقريباً 10 كيلوغرامات من الأزوت الصافي. وتستخدم سكة الريتشر لطمر الأسمدة التي نثرت وللتقليل من الأعشاب الضارة، كما تتابع عملية إزالة الأعشاب الضارة المتبقية بالتعشيب اليدوي. وكما في المراحل السابقة من نمو النبات، يتم الكشف على البذار للتأكد من عدم وجود اهتراء والتدخل بالإجراء المناسب في حال وجوده. كما يجب الكشف على جذور وساق النبات للتحقق من وجود الفوزاريوم، الفيرتسيليوم والريزوكتونيا. يبدأ الري في هذه المرحلة بعد فحص الرطوبة حول البذار داخل التربة لتحديد كمية ساعات الري المطلوبة، وذلك حسب حاجة النبات وحالة الطقس. في مرحلة نمو الدرنات، وذلك بين 40 و60 يوماً بعد التفريخ، ولأن درنات البطاطا تنمو بسرعة ويتضاعف حجمها خلال أسبوع، تضاف للدونم الواحد كمية 50 كيلوغراماً من سلفات الأمونياك، 21% أزوت، أو كمية 22 كيلوغراماً من اليوريا، 46% أزوت، بما يعادل تقريباً 10 كيلوغرامات من الأزوت الصافي. كما تضاف كمية 45 كيلوغرام من سلفات البوتاسيوم 50%، بما يعادل 22.5 كيلوغرام من البوتاسيوم الصافي على افتراض عدم وجوده في التربة. ثم نقوم بالتحضين على الريتشر لطمر الأسمدة التي نثرت وللتقليل من الأعشاب الضارة. وفي الموسم المبكر يجب فحص أوراق النبات تحاسباً لوجود اللفحة المبكرة والتدخل في حال وجودها، ويفضل رشها بالمركبات النحاسية أو الكبريت الميكروني. أما في الموسم المتأخر فعلينا الانتباه لللفحة المبكرة واللفحة المتأخرة كذلك، والتدخل في حال وجودها عبر رش المركبات النحاسية أو الكبريت الميكروني. بسبب النمو المتسارع للدرنات في هذه المرحلة، يجب زيادة ساعات الري بشكل تدريجي، آخذين في الاعتبار طبيعة الأرض ونوع التربة وحالة الطقس، وذلك بعد فحص الرطوبة على مستوى الجذور، وبضرورة الحذر من نقص المياه في هذه المرحلة، لأنه يؤدي إلى أضعاف نمو الجذور والنمو الخضري وحجم الدرنات، وبالتالي الإنتاجية.
المرحلة التالية عندما يصبح عمر النبات بين 60 و90 يوماً هي مرحلة تضخم الدرنات، وفيها تتوسع خلايا الدرنات ويتزايد تراكم المياه والمواد الغذائية والكربوهيدرات، وتصل حاجة النبتة إلى عنصر البوتاسيوم إلى ذروتها. لذلك ينبغي إضافة البوتاسيوم في حال عدم إعطاء حاجة النبات من هذا العنصر في المراحل السابقة. بالإضافة إلى ذلك، في الموسم المتأخر يجب مراقبة الحقول وكافة الظروف المناخية من حرارة ورطوبة، وذلك بشكل منتظم تحسباً لانتشار اللفحة المتأخرة، وفي حال وجودها سابقاً في الحقل يجب رش المركبات النحاسية أو الكبريت الميكروني وقائياً. في هذه المرحلة تبلغ حاجة النبات للري ذروتها، لذا يجب المحافظة على رطوبة التربة عند 70% على مدار حول الدرنات. في مرحلة النضوج، وذلك بين 90 و120 يوماً، يتباطأ نمو الدرنات تدريجياً، ويبدأ النبات بالذبول والإصفرار، وتبدأ الأوراق بالسقوط، كما تتماسك قشرة البطاطا وتتصلب وتلتصق بالدرنات، وتقف كل العمليات الزراعية، وتخفف ساعات الري تدريجياً وببطء حتى تتوقف نهائياً. في هذه المرحلة يجب الانتباه إلى العفن على الدرنات في حال زيادة الري، وإبقاء سطح التربة رطباً للحد من أضرار سوس الدرنات البطاطا والديدان الشريطية. في مرحلة الحصاد بين 120 و130 يوماً تكون عمليات التسميد قد توقفت، ولا تعود الإصابات بالأفات الزراعية ذات أهمية، ويتم إيقاف عمليات الري أو انتظار توقف الأمطار وجفاف التربة قبل الحصاد. بعد جفاف التربة تفرم نباتات البطاطا ويتم حصاد الدرنات باستخدام سكة الشفرتين على عمق 40 سنتيمتر، ويقوم العمال بجمع المحصول قبل إجراء التشحيط، وهو المرور الثاني على المكان المحصود باستخدام سكة الأربع شفرات على عمق 25 سنتيمتراً، وجمع درنات البطاطا المتبقية وتوضيبها، إما مباشرة في الحقل أو نقلها إلى مراكز التوضيب وتسويقها مباشرة أو تخزينها في البرادات.